صباح الخير الغزالات، اميرتي الفنانات اللي منوري ليا الحياه. نتمنى الناس تكونوا بخير. الغزالات ديالي، قبل ما نبداو في حتى شي حاجه بغيت نعتذر منكم على امس. البارح كنت موعداكم غادي تكون معنا قصه حتى في هذه القناه، ولكن كيف ساليت القصه الاولى ولدي كان طاح واضطريت انني نبقى معاه، ما قدرتش نهائيا نسجل القصه. بالحق اليوم غادي يكون تعويض، والتعويض غادي يكون زوين. غنحددش لكم شحال ديال القصص غيكونوا معنا اليوم، ولكن غادي تفرحوا ولا خليتوا لي بزاف ديال لي كومونتير وبزاف ديال لي لايك. اكيد اللي مازال ما تابوناش يتابونا معنا ويفعل الجرس، حتى انا غندير جهدي وكثر باش كل نهار يكون معنا واحد العدد كبير ديال القصص. المهم ما نزيدش نطول عليكم كثر وندخلوا مباشره في اول قصه لليوم. سي حنان، واليوم جيت نعاود على هذاك الشيء اللي واقع ليا، وغادي نبدا لكم القصه ديالي من الاول ديالها. وانا واحد البنت عاديه، زادت وكبرت في اسره متوسطه. الاب ديالي كان موظف وميمتي كانت ربات بيت. كنا عايشين بخير وعلى خير وما ناقصنا حتى شي حاجه. والدينا كانوا مفشينا ومهلين فينا فوق القياس. المخيره كيجيبوها لينا، كيسمحوا فراسهم على ودنا بحالهم بحال اغلبيه الاباء والامهات كاملين. وبهذه المناسبه بغيت نقول لكم كاملين اللي عنده شي والدين الله يخليهم ليه، واللي توفاو الله يرحمهم ويوصي عليهم في هذا النهار. ايوا كبرنا وقرينا وحتى شي حاجه ما كانت ناقصانا. كنت خديت الباك ديالي ومن بعد درت لافاك، ومن موراها بديت كنقلب على خدمه. جلست واحد المده ومن بعد كنت خدمت في واحد الشركه. الامور حتى لهنا كانت مزيانه. في هذه المده شحال من مره جاو فيا الخطاب، ولكن سيدي ربي ما كملش وبقينا هكاك. حتى لواحد النهار في الانترنت صدفه كنت لاقيت مع واحد السيد كان عايش على برا. الولد هضرت معاه، هضر معايا. في الاول كانت العلاقه مجرد صداقه وصافي. بالحق هذيك العلاقه نهار على نهار تطورات، حتى ولا السيد كيقول لي بغيتك للزواج. انا في حياتي كامله ما عمرني درت في بالي ان غيجي شي نهار وغادي نمشي على برا. كنت دائما كنقول انا باغا نعيش في المغرب، يعني كنت الحمد لله مرتاحه. عمر ما كانت عندي هذيك العقده ديال اوروبا. فداك الوقت انا الولد بغيته من كل قلبي، كنت صراحه مرتاحه معاه، كان كيفهمني وكان فهمو، كان الله يعمرها دار، هضرته مزيانه حلوه ماشي باسل. تقريبا هذاك الشيء اللي كنت كنبغي لقيته فيه كامل. كانت واحد العطله والسيد فداك العطله كان جا، كنت لقيت انا وياه، شفته مباشره وشافني. مهم كنا تعجبنا ببعضياتنا. هذيك الصوره اللي كانت في المخيله ديالي كملات، وحتى هو تصدى وحماق عليا. تما قال لي انه باغي يجي لدارنا. قلت ليه مرحبا بك، حاولنا باش يجي في هذوك الايامات ولكن ما بقاش ليه بزاف د الوقت. اصلا كان جايب غير وقت قليل وغادي يرجع في حاله، وكنا اتفقنا ان المره الجايه فاش غادي يجي لدارنا. انا في هذاك الوقت كنت فاتحت مالين الدار. الاب ديالي في الاول ما بغاش، وحتى مامتي فحالها ما عجبهاش الحال، وقالوا لي غادي تبعدي علينا وانت البنت الوحيده اللي عندنا، حيت كاينه غير انا وخويا في الدار. وعلاقتي بوالديا كانت كبيره بزاف، وكنت انا هي المدلله، لا كلام فوق كلامي ولا شوار فوق شواري. الاب ديالي كنت عزيز عليه فوق القياس، كان فاش كيتخشى في الفراش كيجي كيقول لي اجابني تحكي لي راسي. واخا كبرت بقى هذيك العلاقه ما بيني وما بينه. أميمتي كنت انا يديها في الشقة، كنت انا اللي كنعاونها في كل شيء. كيف كندخل من الخدمه كنلوح ليا حوايجي ونيشان الكوزينه، وديما كانت كتقول لي انا بغيتك تزوجي غير قريبه ليا، هكا نوقف معاك وتوقفي معايا، خاصه ان ميمتي ما عندها صحابات وحتى انا ما كانوش عندي صحابات. كانت ميمتي هي صاحبتي وانا صاحبتها، يعني الموضوع ديال انني ارتبط بشي واحد على برا ما كانش عجبهم. ولكن حين تعرفوني انا باغا الولد صافي كانوا ميكو وقالوا اللهم يسر. ايوا الحصول ما فيه، دوزنا هذيك المده. الولد بقيت كنهضر معاه في الانترنت. فداك الوقت شحال من مره قال لي تواصلي مع مالين الدار، هضري معاهم. كنقول لا، خصهم بعد يجيو لعندنا ونديروا هذاك الشيء اللي كيديروا الناس، ومن بعد ماشي مشكل نهضر معاهم ونمشي عندهم على الراس والعين. وفعلا هذاك الشيء اللي كان داس المده. السيد كان جاب عاوتاني عطله، جا المغرب دو مع مالين دارهم. مالين دارهم جاو عندنا للدار، درنا هداك الشيء اللي كيديروا الناس. كان خطبني عاوتاني، درنا المستحيل باش نديروا العقاد وهذا، ولكن الامور ما تيسراتش لان انا ما كنتش جامعه الوراق كاملين، هو كذلك ومثال. كانوا العائلات يلا كيتعرفوا على بعضياتهم. الاب ديالي قال لي بنيتي ما عندك ما ديري بالزربه غير بشويه عليك. المهم بزاف الامور تعكسوا، حتى قلنا ماشي مشكل، حنا ما زربانين حتى شي بلاصه، خلي حسن المره الجايه ويرجع السيد ونديروا العقد. وفعلا هذاك الشيء اللي كان. مهم السيد جلس هذيك المده، ما خلى ما جاب ليا، كبر بيا، كان ظريف حنين سخي جميع المواصفات فيه صراحه، الله يعمرها سلعه.
ايوا الحصول ما فيه السيد مشى، بقينا في المكالمات ما كاملاش حتى شهرين مقاده، دا المستحيل وكنرجع للمغرب. فديك المده كنقادو راقيه كاملين، حتى انا وريقاتي كانوا مقادين. ايوا جرى وجرى باش نطيحوا العقد ونديروا العرس صافي ونتزوج به، لان السيد صافي كنا يعني تعرفنا واحد المده طويله، كنا اتفقنا على الزواج، يعني ماشي هذيك اللعيبه ديال نديروا العقد ونبقى في دارنا وهذا. وانا كنت مستعده، كنت باغاه عرفتوا الحف الاول العينين كيتغمضوا ليك. الحصول هي هذيك، والديا ما دوما تكلموا قالوا لي الله يسر لك معاه، لان السيد كان فعلا الله يعمرها سلعه. الوقت اللي جلس مع الوالد كان عجبو بزاف، الامور يعني كامله كانت الحمد لله في داك الوقت غاديه مزيان. مهم جا طيحنا العقد ديالنا، بدينا كنطيروا باش نوجدوا العرس، وجدنا العرس. ومن بعد كنهزني سافرت انا وياه، من موراها كان جا حطني في دارهم ومشى. انا ما كانش عندي المشكل نجلس مع دارهم، وخاصه ان في هذاك الوقت كانت غير مو وباه واحد اختو مطلقه ما عندها لا وليدات لا والو، وعندهم المساعده اللي كتعاونهم. والراجل قال لي زعما غتجلسي هنايا حتى شي حاجه ما غتخصك، خدمتك غتمشي ليها، يعني غنبقى غاديه حياتي طبيعيه. وقال لي داركم سيري وجي ليها وقت ما بغيتي. هو كان متفهم ماشي شي واحد اللي عصبي. ايوا الحصول وما فيه، مشى السيد بقيت عايشه معاه قوسي في الدار. عقوسي كانت واحد المراه اللي ماشي غنقول لكم قبيحه وماشي ظريفه، كانت عاديه. وهذيك اختو كانت صراحه درويشه، والسيده اللي كانت كتعاونهم تقريبا هي اللي كانت كدير الشقه ديال الدار كامل. اصلا الدار ديال عقوسي ما كانت زعما شي دار كبيره، كانت دار عاديه برضه، ما يعني ماشي دار. المهم عشت معاهم مزيان صراحه، ما كانش عندي نهائيا المشكل. كنت كنوض مع الصباح نمشي لخدمتي، كنجي في العشيه كنلقى الماكله ديالي موجوده، حوايجي كيدخل كتهزهم ليا من البيت وكتمشي تصبنهم وطويهم وتردهم لبلاصتهم، وخا انا ما كنتش كنبغي كنحشم. هي كتقول لي لا زعما راه الدنيا هانيه. فاش كنجلس هذاك السبت والحد كنتعاون انا وياهم، اللي داروها كنديرها معاهم. واخا اختو في هذاك الوقت ما كانتش كشقه، ما كانش كنسوق ليها، حيت حتى انا راه ما كنتش كنشقه زعما شي شقه اللي كبير. وهذيك المراه اللي كانت كتعاونو كانت كتبقى فيا. مهم انا عاودت لكم هذا الشيء باش نقول لكم ان حسلت ما كانت الامور زعما الحمد لله غاديه مزيان. راجلي كيطير ويجري باش يدير ليا الوراق ويديني عندو، علاقتي مع العجوزه كانت عاديه، علاقتي مع هذيك اختو كانت مزيانه، كنا كنهضروا كنجمعوا كنضحكوا. مهم الامور كامله كانت غاديه مزيان. فهذيك المده كانوا كيجيو عندنا خوتو اللي مزوجين وخواتاتو مره مره، كنفرحوا بهم نعطيوهم صوابهم، بقاو جالسين مقصرين. المهم من هذا الشيء كامل كانت الامور كامله غاديه طبيعيه وغاديه احسن كاع من هذاك الشيء اللي تخيلت. حيت في الوقت اللي تزوجت كانت امي خالاتي الناس العائله كيقول لي لا وسكنا مع العجوزه خايبه وغادي تلقاي مشاكل، ومن هنا يعني كلهم كانوا كيبينوا لي هذاك الجانب المظلم ديال العلاقه ديال العروسه مع العجوزه. قالوا لي انت خدامه وغادي يلزموا عليك تجلسي. قلت لهم انا راه السيد اللي تزوجت به النهار الاول شرطت عليه انني ما نجلس من الخدمه حتى النهار اللي نهز الطياره ونمشي، اما باش نجلس في الدار وهو ما كاينش ما كيلاش. وهو ما كانش عنده المشكل، كنت كنهضر معاه علاقتي معاه مزيانه. مهم الامور كانت الحمد لله غدا ميسره. فهذيك المده كانوا خوتو كاملين كيجيو كيتعاملوا معايا مزيان، ومنهم واحد خوه الكبير، خوه ماشي خوه شقيق من مو باه، لا خوه غير من باه، مو كانت متوفيه. هاد شيخي كان تزوج بعقوسي، السيد راه في الاواخر ديال 40، راجل بعقلوك على ما كيبان، نايض في الشيب سيد كيقولوا لي غير الحاج حيت كان ماشي الحاج، مزوج بوليداتو وراجل ما ناقصو حتى شي خير. السيد كان الله يعمرها دار على ما كيبان، في الضحك والتريكير كان دائما كيدير الجو. واخا ما كانش ولد قوسي ولكن كان دائما كتعتبرو بحال ولدها، ودائما دايره بحسابه كتعيط له غير ولدي، وهو كيعيط لها غير ميمتي، كيهضر معاها في التليفون يسول فيها، دائما كيجي يطلع علينا. وكان واحد الشخصيه اللي مريحه ما فيها الصداع والمشاكل، كيدخل كيضحك مع هادي يضحك مع هذا، مهم كيجلس النكات. انا كان كيعجبني هذاك الجو، وعلاقتي معاه كانت مزيانه كيف ما كانت علاقتي مزيانه مع خوت وخواتات راجلي كاملين. غير هو من النهار الاول فحال تصرع ليا بزاف، كيجي كيعنقني حتى كيلوح يديه، انا هذاك الشيء ما مولفاش وما كيعجبنيش، ولكن ما كنتش بغيت نحرجو. وفي نفس الوقت كنت كنقول راه كبير فحال خويا الكبير، تقريبا فحال الوالد نقدر نعتبره. السيد راه القليله غيكون كبر مني بعشرين عام. المهم كيف ما قلت لكم واخا بزاف الحويجات كان كيديرهم ما كانش كيعجبني، ولكن فاش كنجي نشوف كيفاش كيتصرف مع الناس كاملين كنلقى هذاك هي طبيعته، يعني هكا كيتصرف مع اختو كيدخل كيعنقها وداكشي، كنقول يمكن هو
راه هكاك داير ونيتو صافيه. الهضره ما عمرني جبتها مع شي واحد حتى من راجلي من عائلتي، ما عمرني قلت لهم شي حاجه، كنت غير كنشوف وساكته. ما كنتش بغيت نجبد صداع على اقل ما هي حاجه، وما كنتش بغيت نحل العينين على شي حوايج اللي يمكن كاينين غير في راسي. حنا العيالات كنحسوا وكتعرفي الواحد فاش كيكون غادي بواحد الطريقه زوينه، والواحد اللي كتكون نيتو ما هياش. انا حسيت ولكن كذبت الاحساس ديالي. حصل ما فيه، كنت مع راجلي كنهضر معاه في التليفون عادي، كيدير فلان كيدير هذا، مرتاحه ما مرتاحاش كنقولوا الحمد لله مرتاحه والامور كامله غاديه مزيان. حصل ما فيه، بقينا هكاك حتى النهار اللي شيخي كنصيفطات لي واحد بنتو باش يمشي عندها لبرا، لان شيخي مريض وخاصو يمشي يدوز، مهم غيمشي هو وعقوسي. في النهار اللي كانوا غادي يمشيو فيه كانوا تجمعوا عندنا العائله كاملين، يعني ولادهم وبناتهم برجالاتهم بعيالاتهم، قصروا معانا لان الغد لي مع الصباح شيخي وعقوسي غادي يمشيو للمطار. فرحنا بيهم هذيك النهار، انا ما مشيتش للخدمه، كبرنا بيهم، درنا العشاء، كنا فرحانين، الامور كامله كانت مقاده، قصرنا ضحكنا، مهم الامور ديال عقوسي وشيخي كاملين كانوا واجدين، وجههم مجموعين، كل شيء مقاد ومصيب. ضربات هذيك الوحده، بنادم بدا كيعيا وكيلوى، حنا كنا زعما معولين نقصروا حتى الصباح، وهذيك الساعه يهزهم يديهم للمطار والدنيا تخوى. ولكن كيبان لك بنادم ما غير كيتسل وكيدخل، كيتسل وكيدخل. هذه هزات ولدات نعسو، كتولي نعسه هي وياه، شويه كتبعوه ولاد الاخرين وهي جدات لك بيت. المهم بقاو هكاك حتى جدو البيوت كاملين، وبقاو عندنا جوج صالونات، صالون صغير وجا مقابل مع الباب، وواحد الصالون شويه كبير هو اللي كنا كنجلسو فيه. المهم هذاك الصالون الصغير كانت نعسات فيه لوسي سوفي ولاد اختها، والصالون الكبير كنعس فيه هذاك لوسي هو مرتو لوسي اللي قلت لكم عليه، داك الشارف وليداتو، وكاينه السيده اللي كتعاون في الدار، وبقيت انايا. مهم بدينا كنفرشو، قلت لي نفرش لك في الارض، قلت ليها اه، حتى انا هذاك السدادر ما كنقدرش حتى نجلس فيهم، عاد نعس فيهم كنت عارفه الا نعس فيهم غنصبح كل يوم دقدقه. هما ومرتو فرشنا لهم فوق السدادر. ايوا السيد جا كان في الطواليط كرفجا، قال لك واش انا غنعس فوق السداري؟ قلت له السيده اه، قال لي لا لا انا السداري كيضرني. شافت فيا، قلت ليها صافي بعينيا زعما قول ليه ينعس للارض. صافي نعس هو بنياتو الفوق فوق في الارض، وانا ومرتو وهذيك السيده نعسنا فوق السدادر هكا دايرين. مهم انا مع العيا ديال النهار، ونهار كامل وحنا كنجريو من هادي من هادي، عقوسي بعدا قبل ما تمشي كندات مع المغرب كامل، حتى لو وصلت لتما غتلاقى مع هذيك بنتها وغتلاقى حتى مع راجلي. مهم بقينا هالشباكيه صيبنا سلو، هادشي راه كنعاود لكم قبل من رمضان بشي يامات. مهم الشله ما هزات في هذيك الباليزه، ما كايناش شي حاجه اللي كاين اللي وجدها في الدار وكاين اللي غير شريناها، يعني كانت تمارة عندنا في هذوك اليامات. يعني كون صافي عييت عييت حطيت راسي ونعست، بقيتش عاقل على راسي. واخا هادوك السدادر ما كانوش مريحين وما كنتش كنحمل حتى نجلس فيهم، كنتش عاقل عليهم وهما دايرين كيف الحجره. مهم حطيت راسي وداتني عينيا، ما عرفتش شحال بالضبط اللي نعست. مهم الوقت اللي غادي نحل عينيا هو ماشي حليت، فحال كنحس بشي واحد كيقيسني. انا في الاول كان كيصحابيه كنحلم، فواحد اللحظه ضربتني التوقيطه، الوقت اللي ضربتني التوقيطه الدور اللي غادي ندور باش نعرف زعما شنو اللي كيقيسني، كنلقى الراجل بدل بلاصتو وجا حط راسو تحت من السداري اللي نعسه فيه انايا. انا فاش شفتو تخلعت، هذيك الساعه جمعت الوقفه، السيد بلا حشمه بلا حيا بقى كيشوف فيا فحال ما داير والو. انا بديت كنخنزر فيه، كيبان ليا اللي هضرت غنوض صداع. السيده نعسه، مرتو حداه، وليداتو دايرين بيه، ويقدر ينكرني ويقول لهم ما درت لها حتى شي حاجه. ما بغيتش نوض صداع بالضبط في نهار فحال هذا. هذاك الشيء علاش جمعت الوقفه وهزيت مانطاتي وخرجت على برا، نعست في الدص، فرشة نص مانطه ومغطيه بنص مانطه وعلى داني النعاس ما بقيتش شفتو. المهم غير محطيه حاطه راسي وصافي. صباح الصباح، صباح الصباح، ونادو كاملين كيتجاراه وبصافي العقوده تمشي. نات لوسي لقاتني نعسه فوق الارض، قالت لي مالك ياك لاباس خليناك نعسه في الصالون. قلت لها اختي راه ما قديتش على هذوك السدادر وصافي، ما قدرش نقول لها شنو كاين. هذيك الساعه صافي صافي جمعت الوقفه، وقفنا مع قوسي حتى خرجات، هو نيت لي كنداهم للمطار. المهم حنا وجدنا غدانا، جاو تغداو كاملين، السيد كيهضر كيضحك عادي فحال ما داير والو. في واحد اللحظه كنت كنقول واش انا كنت كنحلم، ولا السيد فعلا كان حاط عليا يدي، حيت انا الوقت اللي حلت عينيا كنحس بيديه وكنحسو حتى سلتهم.
مهم علينا تغداو وتفرتكو. بقيت انا ولوسي وهذيك السيده اللي كتعاون في الدار. المهم انا رجعت لخدمتي، هادشي بقى بيني وما بين راسي، ما قدرت نقول حتى شي واحد شي حاجه. انا اصلا ما كانوش عندي صحابات، ومهمتي ما كانش يمكن ليا نفتحها في موضوع بحال هكا. فداك الوقت كنت كل شويه كنقول راجلي اما نضر الوراق فين وصلوا، كيقول لي صافي ان شاء الله ما بقاش قدم ما فات، ان شاء الله هاد المجيه اللي غادي نجي غادي نديك معايا. المهم في دوك اليامات اللي العجوزه ما كانتش، هي باقي لحد الان ما جاتش العجوزه وشيخي ما كاينينش، هاد خاينه ولا كل شويه كيجي ما كيجي، كيحاول انه يتقرب ليا بواحد الطريقه اللي مستفزه. انا بعدا فاش كيجي ما بقيتش كنبغي نسلم عليه، يعني الا سلمت عليه كنسلم عليه باليد فقط، وهو كيتلاح باش يعنقني. وشحال من مره دفعته قدام مرتو وقدام اختو باش زعما يحس ويدير زعما عقله هو والو. ديما كيقول لي مالكي واش كتحشم مني، انا دايرك اخوك الكبير. عامل عادي ومرت وحده كتضحك وما كتقول حتى شي حاجه. انا ما فهمتهاش، واش كتعتبرو زعما انه راجل مزيان؟ الله اعلم. المهم في المده اللي كيجي عندنا كيحاول بجميع الطرق انه يتحرش بيا. في الاول كنت كنقول لا يمكن السيد نيتو صافيه، ولكن من مورا هذيك الليله وليت عارفه ان السيد ماشي نيتو صافيه، وهادشي وليت كنحس بيه وليت كنتفاداه. واحد السيد ما بغاش يحشم، وفي هاد الايامات كامله جالس عندنا. انا صافي تبرزت الوقت لعيط لراجلي وقلت له شوف فلان انا راه ما بقيتش قادره نجلس هنايا، نمشي نجلس مع دارنا واحد شويه نرتاح. قال لي لا وما تخليش الدار في هاد الايامات باش كاينه الوالي، ما كايناش الوالده، انت مولات الدار غادي تخوي عليهم. قلت لي شوف راه كاين خوك وكاينه مرتو. قال لي ولو، قال لي انت مولات الدار الا خويتي غادي يتقلقوا منك. انا خفت نقول لي اشنو واقع، ونصدق جابده مشكل كبير وما عرفتش كيفاش غادي يقولوها. انا راجلي ما بغيتش نخسره، وفي نفس الوقت ما بقيتش بغيت نتحك مع هاد خاينه، ما بغيتش نوض معها شي صداع كبير. انا عارفه ما بقاش عندي فين نصبر، الا زدت معها غير شويه غنوضها مع الزباط. وغير هاد اليامات كيف كيحاول مثلا يقرب حدايا ولا هذا كنخنزر فيه. وشحال من مره كندفعوا واحد الدفعات اللي باينين انني انا عايقه به، والسيد دير راسو في حلم كلاغ، في حلم ما فهمتش انا هذاك السيد اشنو كيقول ليه راسو. انا عارفه ومأكده الا مشيت حتى قلت ليهم ان هذا السيد كيتحرش بيا ما غيتيقونيش، لانه هو عطي الضحك والصلاه والعباده ما نقولش لكم عليها. اصلا انا في الاول ما شكيتش فيه وعارفه ومأكده هما ما غيشكوش فيه، ولا قلت لهم كلام بحال هذا غيقول لي يا باغا نجبد لهم صداع يا باغا نفرتك لهم العش فقط، ولا غيقول لي هادي دايره هاد السبه باش تمشي لدارهم، واخا انا راه والله حتى مرتاحه عند عقوسي وفحال دارنا بحال هنا، يعني ما لاقياش المشكل. انا المشكل ديالي الوحيد هو هاد السيد، راجلي ما بغيش نخسره وما بغيش نجبد الصداع في العائله، وفي نفس الوقت انا ما بقيتش مرتاحه. خفت لنفرش كلشي ونصدق انا اللي ما مزياناش وما يتيقونيش، خفت الا تيقوني جبت شي صداع كبير اللي ندم عليه من بعد. خفت ديال بصح وما لقيت لما نعاود هذاك الشيء علاش جيت، وعاودت لكم قصي من طقطق حتى السلام عليكم، عاودت لكم هذاك الشيء اللي كاين. انا اليوم تعرفه ما تليتش عارفه واش نبقى جالسه هنا ولا نمشي لدارنا، عارفه ومأكده الا مشيت لدارنا غيديروا فيا اليدين والرجلين وغنتسمم مزياناش، خاصه انني خويت دار عقوسي في الوقت اللي ما كايناش، وغادي نخلي غير لوسي وهذيك السيده بوحدها، وحتى هما غيقولوا انني خويت على هاد مرت لوسي وعلى لوسي وعلى بناتهم اللي كيجيو. المهم غيديروا فيا اليدين والرجلين، ويلا بقيت عارفهم اكثر غيوصل واحد الوقت وغنوض الصداع، وهذاك السيد حيت غادي وكيتمادى. انا ما يمكن ليش نصبر مازال، ما بقيتش كنحملو وما عرفتش كيفاش نقدر نفرشو بشي طريقه اللي يكون عندي الدليل، يعني حتى شي واحد ما يقدر يكذبني ويعرفو حتى هو على حقيقته. كنتمنى الا شي وحده فيكم داس من موقف بحال هذا ولا عندها ليا شي حل تنصحني وتقول لي بالضبط اشنو ندير. الحصول هنا سالات قصتنا، ما تنساوش تخليو الاراء والتعليق ديالكم لصاحبه القصه، وما تنساونيش طبعا من التعليق الزوينه ديالكم. وبقى لي الا نقول لكم احبابي ما سخيتش بكم، تلاقاو بعد قليل في قصه جديده. السلام عليكم.